الشعب الجزائري هذا وليد العيداني بغى يقتلني. شوفوا واش هذا اللي شافوا وليد العيداني بغى يقتلني. شافوا وليد العيداني شوفوا واش هذا فيا في نويسيق سغسال بغى يقتلني. شوفوا شافوا بغى يقتلني. شافوا بغى يقتلني. شافوا يا الشعب الجزائري شافوا السراقين بغى يقتلوني. شافوا الى فولي دو تشوي سيت ان اساسان سيت ان اساسان. في البداية يتجاهلونك، ثم يسخرون منك، ثم يحاربونك، ثم تنتصر. أعلن عن تضامني مع رشيد نكاز بعد الاعتداء الوحشي والهمجي الذي تعرض له من طرف أحد أبناء عمار سعداني الأمين السابق للأفلان. هذا التصرف يدل على بشاعة هذا النظام الذي يحضر أبناءه لتسيير الجزائر ولحمل مشعل النهب والتوريث وتنكيل الشعب الجزائري وتكميم كل الأصوات الحرة داخل وخارج البلاد. هذه السلطة اللاشرعية لا تعرف سوى منطق العنف منذ بنبلة الذي سجن حتى مقربيه وبومدين الذي حكم البلاد بالبوليس السياسي الذي لم يرحم لا معارضا ولا مؤيدا، مرورا بالشاذلي الذي لم تفرغ زنزاناته طيلة حكمه البائس لا من إسلامي ولا من يساري، ونهاية ببوتفليقة الذي مات الصحفي في عهده في السجون. الصوت الحر لن يغلبه صوت الباطل وإن تجبر وكثر. السلام عليكم مازول، مرحبا بكم خاوتي خواتاتي. غادي شو العدد الرابع جبتكم لنا المسرح خاطرك شرنا عايشين في غراند بياس دي تياتر خاوتي. مي يديرونا في المسرحيه اللي بداوها في 62. مرحبا بكم اولادي، راكم تفرجوا فيا في خميس خشنه. تمنيت ان احكي لكم عن الانجازات وعن الجزائر العسه والكرامه وعن الحب وعن الجامعات اللي بنوها منا بناتهم منا هذه السلطة، وعن الملاعب والمدارس والمستشفيات والجامعات اللي بنوها منا بالبحبوحة المالية اللي عطاها المربي مع البترول. لكن سمحوا لي كل جمعة نحكي لكم على همومنا ومشاكلنا، عن كذبهم ونفاقهم. والله سمحوا لي، من المفروض ولاد كما أنتم راكم تقرأوا في كاش كتاب، راكم ترسموا وراكم تفرجوا في ديسانيمي، راكم تحلموا بحياة سعيدة، لكن الدمار خليكم تبعوا السياسة الكاذبة والتسيير الأعرج في الجزائر. سامحوني أخوتي، سامحوني ولادي. سبيسيال ديديكاس العرس، سبيسيال ديديكاس العراس. عراس خاوتي عنده قهوه في بدنه كل يوم مسيلهم حاط لهم التلفزيون ويتفرجوا في غاني شو الفيديوهات كلها يتفرجوا مع الجماعه. جاوا لي الجماعه تاع لابروس قالوا له تي واش بيك تحوست باسي، قال لهم ليه، قالوا له واش بيك تفرج في هذاك الفتان تاع لي زانجليز، ما حبش مسكين. سلمك على راسك اخويا العراس. مازلت ما فهمتش حاجه وعلى حنايا كي نتنرفاو نديروا حاجه مش مليحه ما عندها حتى فايده. كي تحط صخره في المترو واش درت؟ هل جبت حقك؟ ما جبتوش. هل تنحت لك النرفازه؟ ما تنحت لكش النرفازه. واش درت؟ عرقلت حركه المرور، ممكن تدخل طفل صغير ولا عجوز تطيح تتفجخ فزت المنشآت تاع الدولة وتاع الشعب تاعك، المترو تاعك اللي هو يمشي في المترو. يا اخي هما كل عندهم طوموبيلين تمشي فور. دوك انا مانيش فاهم لا كي نتنرفاو نديروا حاجة ما عندها حتى فايدة. إذا رأيتم خاوتي خواتاتي، إذا رأيتم شاب والله شابة تكسر وتدعوكم للعنف، أعرف باللي راهي جماعتهم. والله مهبولة، والله مهبول، موش فاهم القضية. مازلنا ما فقناش لحد الساعة باللي العنف لصالحهم والتخريب لصالحهم. كي نخربوا المنشآت تاعنا، صوردنا، الشركات تاعنا،
طرق تاعنا الإنارة تاعنا المترو تاعنا تاعك يا جدك تاعك كيفاش دمرو؟ خمم خويا قبل ما تحط صخرة في المترو. الناس في الدول المتقدمة كيديروا لا غرافي دوبلي ولا برودكسيون، وحنا نقلبوا جدها نحطوا صخرة في المترو. بعد كل جامع معمر الجمعة معمرة ونبكيو كي نسمعوا القرآن والحديث. يخرج صلى الله عليه وسلم قال لك كي تنحي حجرة من الطريق صدقة، تجيب لي روشي وحطوا لي في المترو. خاوتي مش هكذا والله، ما دام هذا المنظومة الفاسدة تشوف فينا بلي رانا مندوبين هكذا يزيدوا يندبوا لها، ما يخافوش منا. خي قلت لكم سمعي اللي فاتت واش قال فخامته، قال لا استومبي، قال تحملة نظافة هذا شعب خامج. دوك نفس الشيء يزيدوا يشوفونا خاوتي نطيشوا في الصخر في اللي مترو، والله ما على بالهم جدنا نار يشوفونا متحضرين متقدمين منظاف وندوا بعقلانية، لأن يوليو يخافوا يقول لك الجماعة هذو يقدروا يديروا حاجة صح. تاريخ الإنسانية ليومنا هذا الأمور تغيرت بالانتليجنسيا بالعقل. وشكون يمثل الانتليجنسيا خاوتي؟ الطبقة المثقفة. والطبقة المثقفة وين تلقاها؟ تلقاها في الجامعة، جامعة ابن خلدون خاوتي في تيارت. هذا مسكين قري في الجامعة، راح يلقى روحو مع ثلاث بنات، راح يمد محاضرة ل 300 طالب، لقى روحو وحده فاس فاس مع طروافي. أنحني لي ثلاث طالبات، ثم صح درقاز ثم تكل عليكم الجزائر، لكن الاخرين اللي ما جاوش مازالوا فاكونس. كيفاش نتكلوا عليكم باش تسقمونا البلاد اذا انتم ما تحترموش الجدول تاع الدراسه تاعكم؟ كيفاش يحترمونا وما ما يحترموناش وما يخافوش منا؟ لماذا؟ لانهم ما يخافوش من الجامعه، ما يخافوش من الطبقه المثقفه. كي يشوفوكم تخراو حاشاكم في جامعه باب الزوار في بلايص كيما هذو قابلين وساكتين، حنا يدحسونا ما يحترموش بيك وامك والعامل البسيط والحرفي يحترموش. لماذا؟ لان المثقف قبل بهذا اللام هذه الحاله المزريه. كي تعيشوا في جامعه في حرم جامعي كيما هكذا تقول راكم في زو يا حشاكم، تقول راكم في زو وتقبلوها، حنا يديروا فينا التير. مي 68 شكون اللي داروا في فرنسا؟ شكون اللي اطاح بالجمهوريه؟ سي لونيفرسيتي خاوتي، سي لا سوربون. نتوما هما اللي نورمالمون نتبعوكم، ماش نتبعوا في الافلان فرانكلي بقى نديوه. نتوما هما بناة المستقبل. لكن الأستاذ الكريم عندهم عذر، كيفاش يجيو يقراو ترانسفورم كانش؟ ها هذه لاسين تي في محطة النقل في خراطة، على غرار كل المدن وكل الدوائر وكل شفتوا خاوتي 2017 مازالوا ما عندناش أدنى حاجة باش تعيش بكرامة كانش. شوف القلت، تقول راك في البيرو، تقول راك في ادخال افريقيا والله في الفافيلا تاع البرازيل، دول تاع امريكا لاتين خير منا عايشين بالقهوه. حنا هذوك الطالب لازم يثور الصباح يدير فيها الميسكولاسيون جيمناستيك، لازم ديروا لي شوفمون، لازم ديروا لي لازم ديروا لي شوفمون قبل ما تخرجوا، خاطرش ما على بالكش اش راح دير، اسكو راح دير 5 كيلومتر ولا 20 كيلومتر ولا الماراطون. مزيان دوبل كاربيراتور تريز انتيليجون خاوتي، اقرا دير لونيفرسيتي دي سوار،
باش ولا دوك عنده ليسانس في العلوم السياسيه. ايه لي ترانسبور ني سي دي زكري كان مسكين عنده بيتش اوفن الجزائر تاع فخامته خاوتي اي رياليزاسيون اكستراوردينير خاوتي الطرق الترانسبور الجامعات المستشفيات الجوامع اذا نورمالمون ماشي غير البري نوبل ديال لامبي اي سي محمد قبلوه عقب الكونكور عقب البريمير ايطاب عقبوه في عقب في ليكري مازالو غير لورال برك والله لما دشنا البري نوبل تاع لامبي نديرو له ستاتي ستاتي تاع لامبرونز كنا راحين نديرو له ذهب بصح مع التقشف صمدتنا دورناها لامبرونز ما على بالناش برك وين نحطوه هذه مسكينه المخلوقه هذه اللي راهي مصوره مع اسمه مع المناعي خطاش طاح تضرب الزرنا عند عامين يتسنى مسكينه وين تحط الستاتي خطاش الستاتي موجود سعيد ما حبش يريبوندي لها انا درت لك سيرفيسيوناج جاتك فخامته هذوك يريبوندي لك تصويت اون ديريكت في غانيشو السلام عليكم ورحمه الله فخامته مرحبا بك قول المصمصال هذه مصمصال تضرب الزرنا كيما المناعي قولها وين حاب نحطوا له البيست تاعك برونزا فخامته هو سي با دي نيمبورت كوا نديروها في الكابيني كيف الكابيني فخامته اي حوس على الكابيني مينيستريال حطوا في الكابيني مينيستريال باش يديروا الاجتماع تاع المينيستر كيف هذا الكابيني منيح الكابيني والله غني حال الكابيني هكذا باش حشكم لي يدخل لي حنا نعقبوا ساعه ولا ساعتين في الكابيني حشكم با تتفرج في فخامته دخلوا في السيب كونسيون تاعك ايه سي محمد انا دوك وليت نشوف الناس اللي ينتقدوا في فخامته هما الناس اللي مازالوا ما استفادوش من هذا السلطه الفاسده فقط كما قال كريم طابو ربي يذكره بالخير ويطول في عمره قال بلي الجزائر ولات سلطات كل واحد يستنى في حاجه واحد يستنى في سكنه واحد يسكن في طنوبيل واحد يستنى بارطما واحد يستنى في بروموسيون واحد يولي خدمه واحد حوس يزوج واحد حوس يولي شيات واحد حوس يدي شتا ذهبيه واحد يولي مينيستر واحد ممير كل واحد يستنى في حاجه ما كان حتى واحد فينا شمر على ساعدو وقال انا ندير حاجه بنتفليقه قلبنا اكل دي زاتانتيست عندك الحق كريم الحمد لله يخمو فينا كلش مدروس خاوتي درونا الديستريبيوتر تاع الفلوس تاع الكمون عالي بزاف هكذا باش ما نبذروش ديجا ما نصرفوش ولا صرفنا ما نبذروش ايه الديستريبيوتر لازم تكون مايكل جوردان باش تخرج سفاردك ايه سمع عليك كلش مدروس في هذه البلاد ايه كثر خيرك مدام بن كفريط طبعا هذه تابعه للحنكة تاع فخامته ولات دوكا دارت الترونسبور تاع لولادنا ترونسبور سكولير كات باشي ما اذا اللي يروحوا لهذاك السان تي في اللي فيها القلت ما سيدي زكري دوكا الدوائر كش ما كاين مشكل ولا ذاك سي المواطن هو اللي يقوم بالمبادره كما دوكا في خراطه قالوا لهم السمانه الجايه ما نهزلكمش الزوبيه حاشاكم ابدا بروريسانكم لازم تاخذوا كل التدابير باش الزوبيه تاعكم تستعملوها في حاجه اخرى ما طيشوهاش عاودوا ريسكليوها ايه عاودوا على باليش يعني يفز لكم الخبز زيدوا عاودوا طحنوه ديروا به بيتزا الخضره هذيك اللي طيشوها وكل زيدوا ريحوها ديروا بها السلطه نيسواز كلش اللي لازم نعاودوا ريسكليوه الحوايج هذوك اللي راحين نطيشوهم وكل نحرقوا جدهم ونطيبوا بهم الكانونه اي سي محمد تيليجان تي وانا سي هنايا كل خمس سوايع يبعثوا لنا ايميل في الانجليز هذه الشركه تاع المترو قال لك السمانه الجايه كاين سترايك على بالكم يخدموا في ما تعجبهمش حاجه ولا يديروا اضراب باش يسكروا لهم المترو واحد ما يمشي واحد ما يروح بعد تفاهموا معاهم بعد لكم بعد ميساج يقول لك لا ما كاينش حنا خصنا نتفاهمنا معاهم كون متهني
يبعثوك بروات للديار يقولوا لك الرامبون هذاك راح نخدموه من 10 تاع الليل حتى 3 تاع الصباح. تخرج على 3 تاع الصباح وواحد ودقيقه تلقى حتى عواك نظفوا الحياه وراح عند كلمتهم على هذيك. ولو دوله قابيه قامت وثثروا اساء تثروا اساء تاع اكبر دوله في العالم يمشيوا ويجريوا ويصوروا مع بعض وخلوا الحكم. هذو مش بريه خافتي خلوا الحكم وراحوا. خاطر شكذا قال لك انا ما نقدرش لازم نحترم الدستور. كيف تحترم الدستور؟ هذا بدل البند بدل الدستور وريح. ما عندكمش منبث في الكمباس. قلت لكم الفخامه لازم نولي البري نوبل تاع التليجنس تاع الخبث السياسي خالتي. واش راكم خوتي البشاشير البشاشير اللي جابهم لنا شلغما راهم لا راهم ما يخلصوش. ولينا لي كوشكولات خاطي اي سي محمد لي كوشكولات اللي كان هضرنا عليهم هذوك المهرج اللي كان رئيس حكومه قال لنا باللي لي بامبرس نفس ما هو المواد الكيميائيه اللي تستعملوا فيها ولون حافظوا عليها لان الماء يعاود يطلع يعاود يتخزن ومن بعد يدي تريتي ما يقدرش يلوث. ما هو المواد اللي يستعملوا فيها؟ من المواد اللي يستعملوا فيها هما من المواد اللي يستعملوا فيها في الكوش بيبي. شوفوا شنو هذيك الهضره نفس التقنيه اللي نستخرجوا منها الغاز الصخري. الغاز الصخري خاوتي شكون سبيسياليست تاعو؟ شكون الاول بدا يخرجوا؟ سي لي كنديان. الكنديان كيقول لك حاجه عارف بلي حاجه. ابا الكنديان قالوا لك بلي الغاز الصخري متدرك في الصخره. شفت الروشي هذاك اللي حطيته في الـ في الـ في الترام في المترو. ابا هكذاك في الارض باش تخرج الغاز من هذاك الروشيات هذوك اللي متواجدين على 3 كيلومتر هبطه و 5 كيلومتر حدره لازم دير فراج هذاك فيرتيكال ومن بعد فراج اوريزونتال. والفراج هذاك لازم يدخل في الصخر حاشاكم. والصخور هذوك لازم تفركزهم. باش تفركزهم لازم تكون فيهم الماء اوت بريسيون وتخلطهم باللي برودوي شيميك كونسيريجين. فراج واحد يقولوا لي كنديان لازم الكميه تاع الماء تكفي باش تعيش فيلاج فيه 1000 شخص لمدة سنة. L'opération de fracturation nécessite l'injection d'environ 19 millions de litres d'eau tout au long de son processus. Cela suffirait à alimenter pas moins de 1000 personnes en eau potable en Europe pendant un an. هذا فراج واحد. والغاز كي 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 يخرج من كي يتفرقع حاشاكم من الروشي هذاك يطلع الفوق وحنا نريكوبيريوه ونبيعوه وهما يديو الفلوس. كي يطلع الفوق يقدر يشعله خاطر شي انفلامابل بعيد الشر. بصح كاين مشكل كيطلع في الطلعه هذيك يقدر يتلاقى مع الناب فرياتيك. شفت المياه الجوفيه هذوك يقدر يتلاقى معاها. كثر خيرك فخامته لازم لك بري نوبل تاع الخبث السياسي والطبيعي ايكولوجيك. ثاني نوليو نشربوا الماء ونقديو به في نفس الوقت سي باز ايكونوميك. كثر خيرك بنتفليقه. شغل ما دوكا ولا يامن بليزيكسبير. ايه ليزيكسبرتيز دوكا ولا يامن بهم. خي قال لنا الاخصائيين ما عندهم ما دخلهم في طباعه الفلوس. دوكا باش حنايا نقولوا معاه ولا يقول لهم طمنوا الناس طمنوهم اجتكم. في مجال المحروقات الصخريه كما قال لو شيستو والشركه عندها القدرات اولا باش تشرح باش تطمن المواطن الجزائري ان هذا الباب هذا مش راح يكون باب جهنم عليه والمغامره بصحته وبحياته بل بالعكس هو باب ضمان مستقبل احسن له في مجال الطاقه ومستقبل احسن كذلك للجزائر في مجال استمرار مداخلها من باب الطاقه. باش يولي عندنا مداخل تاع الطاقه اخرى. واش ربحنا من البترول من 62 يومين هذا ما ربحنا والو يا اخي. هل تظنون باننا سوف نستفيد من الغاز الصخري اكثر مما استفدنا من البترول؟ او تقولوا لي استفدنا من البترول لوطروت السكنه باطل. ايه السكنه هاي السكنه لم يعطيوا لنا فيها. لم يفرح هؤلاء البسطاء ببلديه سيدي الزيان بالمديه بسكناتهم طويلا لتهوي بهم وتغوص بهم في اعماق الارض
هي إذن فضيحة مدوية في قطاع السكن بالمدية في ظل غياب الرقابة والردع. ولما دخلنا عندنا مدة 20 يوم تفاجأنا بالكوارث اللي راهي صايرة عندنا بداخل الديار. أنا أولا راني ساكن والدار راهي تهبط بيا. 20 يوم سكنوا 20 يوم. سي محمد حنا رانا في الأراحي رايحين للحيط وش الغوم يقول لنا أكسيليري. هذا الشخص انا نشوفه خاطو الدم يطلع عليه الغاز الدم تاع البترول تاع الغاز الصخري يطلع عليه قاضي على باليش له. حنايا 60% ولا 70% لا جوناس مازال واحد في عمره قريب قر هو الشيف سوبريم تاع العسكر. قالاش امير قال لهم هتلر دار القره مع نص العالم ميداية محطة وهذا ما تهوش من في الشكولة ماشي 7000 ميداية يموت على المشوي تاع الغزال. كثر خيرك فخامته قلبت لنا الجزائر بومبا. ناس كلي يديروني زيد في 5 اكتوبر كثر فويت وانا زيد قبلها وين كنت في الجامعة 5 اكتوبر كثر فويت. لكن 5 اكتوبر كثر فويت زدت كلي زدت من دار جديد والله كلمت ماتت فيا حوايج بزاف 5 اكتوبر كثر فويت هذيك لي نصوص ونامن كلش ونيه كنت نيه خاطره خاوتي قبل 5 اكتوبر كثر فويت 6 اكتوبر كثر فويت راحت النيه خاوتي. من 62 خاوتي من 62 اليومين هذا الجيش تاعنا تير رصاص غير علينا تير على خاوتنا في القبائل ربيع الامازيغي في 81 تير على خاوتنا في الجزائر 5 اكتوبر 88 وليد صغار خرجوا خاوتي لقاو لي اشارات يديروا ربي يديروا في لاباطاي دار جيدو يعيطوا وبعد سبع بوم يديروا باللي العسكر ما يديروا في البوم باش يخوفوهم الفاكت تيروا عليهم صح كي شافوا الدمومات وصحابهم ميتين وذاك عرفوا باللي مش لاباطاي دالجي. وذاك السيرجان تاع فرنسا قال لهم ما عندناش لي بالون بلاستيك قال لهم انا اللي مديت الاوردر بيصح المشكله الكومبانيه اللي جابوها باش دير الامن في العاصمه موش مولفين سي با دي سبيسياليست تاع الامن سبيسياليست تاع القتيلة برك وداروا غراف ايرور خافتي تيروا في الارض ولا تيروا في السماء. حنا قلنا لهم بليسيو ديريكتومون هكذا بليسيهم كي تيري في الارض على بالك الرصاصه هذيك حاشاكم تتفرق على زوج الخطاط تاعها يروح في جهه والبلدون هذاك اللي داخل يروح في جهه دونك اوليو تقتل واحد تولي تقتل زوج. حنا من المفروض نقتلوا 250 ماتوا 500 خاطركش تفرقعت الرصاصه ما عندناش لي زام لي بالون بلاستيك. انا كنت صغير قلت كيفاش ما عندناش لي بالون بلاستيك وحنايا بلد اون برودوي لو بلاستيك. ومن بعد كي كبرت فقت باللي هذاك السيرجان شاف علماتو فرنسا يقتل الجزائري دونك جيتو نورمال. هاو في العشرين سوداء يقولوا ما ماتوش 200,000 ماتوا غير 47,000 47,000 جزائري جاتو والو nothing. من 62 ليومنا هذا الجيش الجزائري ما تيره غير علينا خطرش خرجنا نحوسوا حرية وكرامة صح خرجنا وكسرنا وحرقنا الطوموبيلات اللي ما كانتش عندنا
حرقنا الوزنه وين كانوا يخدموا بينا، كانوا يديو 160,000 يخرج راسو هابط ويروح راسو هابط. الوزنه اللي دمرتها بينا قلبتهم الشيوخ، نحات لهم الكرامه تاعهم، حرقناها خطرش كي حرقناها حرقنا الذل والمهانه اللي كنا عايشين فيها. ما كناش على بالنا بلي هذه الشركات والمؤسسات تاعنا، وكي كبرنا عرفنا بلي هذه الشركات والمؤسسات تاعكم. دوك الحمد لله كي حرقنا 5 اكتوبر 88 ما زدتش فيه، مت فيه.